في المسيرات والوقفات التضامنية مع فلسطين وغزة تحديدا يردد المغاربة شعارا معروف يقول: من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين. يقول ابن المغرب الطبيب يوسف بو عبد الله إن هذه الجملة ليست مجرد جملة إنشائية، بل هي قناعة حقيقية دفعته لترك عيادته في مدينة فاس المغربية للتطوع في مستشفيات غزة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة لأطفال القطاع. يتمتع أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بفاس البروفيسور يوسف بو عبد الله بشعبية كبيرة سواء بين مرضاه أو زملائه، أيضا بين متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي. المقاطع التي ينشرها على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي تلقى تفاعلا كبيرا عربيا وفلسطينيا. الطبيب المغربي قرر البقاء في شمال غزة الذي تعرض للتدمير ولم تسلم مستشفياته من الاستهداف كما شاهدنا. يعيش أهله مقتلة حقيقية بشكل يومي، وحتى من عاش منهم يواجه التجويع والتعطيش وآلام الإصابات. الطبيب المغربي يشرح أسباب إصراره على البقاء في شمال غزة رغم الخطر المحدق به مع أهل القطاع في كل ثانية. نتواجد بمستشفى كمال عدوان وأزاول معهم جراحة الأطفال، وتشرف بأن أكون في هذه البلدة الطيبة مع أهلي وبلدي الثاني بعد المغرب، وأتشرف أيضا بأن أكون يد عون لأبنائي هنا في جباليا وإخواني هنا في جباليا. ولما جئت إلى الشمال لم أجد جراح أطفال يزاول المهنة في منطقة يعني بمئات الآلاف ربما أو يزيد، فلذلك أحسست بالواجب وأحسست بالانتماء لهذه المنطقة، وأنا الآن جد سعيد أن أكون هنا. طريقة الدكتور أبو عبد الله في التعامل مع مرضاه الصغار تلقى تقديرا من أهالي غزة ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا تنتشر مثل هذه الصور انتشرت له وهي كثيرة، ويلاعب من أصابتهم رصاصة غادرة أو بترت أطرافهم في محاولة للتخفيف عنهم. هذا التقدير بصراحة يمكن ملاحظته بسهولة في مئات التعليقات التي تشيد بما يقوم به من جهود. ثم يقول الطبيب: نحن من نتشرف بخدمة أهل غزة وليس العكس. في الفيديو التالي يتحدث والد طفلة أجرى لها الدكتور أبو عبد الله عملية جراحية عن تفاصيل جهوده في خدمة الأطفال المصابين في غزة. أجرى أكثر من 100 عملية للأطفال اللي بيحتاجوا عمليات تجميد، وما في لها أي طبيب يجريها حاليا في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بنعيشها في مناطق شمال قطاع غزة. الدكتور يعني ربنا يجزيه خير قام في هذه العمليات جميعا، من ضمنها حتى كانت بنتي من ضمن هذه العمليات. كلمة بسيطة دكتور. أخي الشرف لنا أن نخدم أهل غزة وأهل الجبلية بالخصوص في الأوضاع التي نعيشها، وهذا نحن نتشرف بكم وليس العكس، أنتم تشرفون بنا ولكم الحق بذلك، ولكن الأصل أن نتشرف بكم. الحمد لله نحن جد سعداء أن نخدمكم ونخدم أبناءكم ونكون لهم سندا ونكون لهم سببا من أسباب رفع الألم وتحسين أوضاعهم. رغم قتامة المشهد في غزة ووضع الدماء تنتشر للطبيب المغربي أبو عبد الله مقاطع فيديو خفيفة يحاول من خلالها إيصال صورة المأساة بطريقته الخاصة. هذا الفيديو مثلا حظي بتفاعل كبير بعد نشره. ما شاء الله دكتور، ايش عملنا اليوم يا دكتور؟ ايش عملنا؟ ايش عملنا اليوم انت؟ ايش الطبخة؟ هذه طبخة جبالية، هذه طبخة جبالية، يعني هو اللحم المعلبات، وبالطبع اللحم غير موجود في جبالية إلا بأسمنة خيالية، ونستعمله سيدي اللحم المعلبات بديل، يعني كبديل ومملوء بالمواد الحافظة حتى إذا متنا إن شاء الله لن تأكلنا الديدان، لأننا نكون كل لحمنا كل لحمنا يكون فيه مواد حافظة، فإما سنموت شهداء فالذي حرم الله أكل الديدان للحومنا، وإما أن نموت وقد امتلأ لحمنا بالمواد الحافظة، وفي كلا الحالتين لن يأكل الدودو.
زوجة البروفيسور أبو عبد الله إيمان المخلوفي، وهي طبيبة أطفال في فاس، تنتج أيضا مقاطع فيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي حول غزة والمقاطعة، وقبل ذلك تنتج محتوى طبيا يحظى بانتشار واسع. علقت على الفيديو الذي شاهدناه الآن قائلة: بعدما كان الأستاذ يصاب بالغثيان عند شم رائحة اللحم المعلب، أو ما نسميه نحن بالمغرب لانشون، لأنه يعرف أن هذا ليس لحما حقيقيا من جلود، بل يصنع من جلود وعظام الحيوانات بالطبع، مع مزيج من المواد الحافظة والكثير من محسنات الطعم المسرطنة، لكن أخوك مضطر لا بطل، تقول الدكتورة إيمان. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فهناك تفاؤل كبير مع إصرار الطبيب المغربي يوسف أبو عبد الله على البقاء في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع. نبدأ مع الطبيب الفلسطيني مصطفى نعيم الذي نشر صورة له مع الطبيب المغربي أبو عبد الله، ومما جاء في تعليقه: هكذا هم شعب المغرب خلال هذه الحرب، أثبتوا وقوفهم وتأييدهم المطلق للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. شارفت رحلة جراح الأطفال المغربي على الانتهاء، ونسأل الله أن يتقبل منه عمله وإخلاصه، ونتمنى أن يحذو حذوه وما خطاه، مشجعا لكل أطباء العرب ولكل أحرار العالم على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والمصابين والجرحى في قطاع غزة. فاطمة الإدريسي تكتب: للتأكيد فقط، البروفيسور أبو عبد الله كنا دائما ما نحتاجه لعمليات جراحية مستعصية بالمغرب، لم يتردد يوما في خدمة أبناء شعبه. تضيف بالمغربي: وليداتك بالمغرب الحبيب ينتظرونك أستاذ، يا رب يحفظك وذريتك. ماجدة تكتب: اللهم احفظ، رفعت رؤوس المغاربة يا دكتور، الله معك ومع إخواننا في فلسطين، والله يرحم من رباك.